أعربت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها لتصريحات عدد من المسؤولين الأثيوبيين الكبار الذين تجاهلوا العرض السوداني للوساطة بشأن الصراع في إقليم تيغراي. وكان عدد من المسؤولين في أثيوبيا رفضوا العرض الذي قدمته الخرطوم باعتبار أن الأخيرة غير محايدة، فهي بحسبهم تحتل أراضٍ أثيوبية. وقالت الخارجية الأثيوبية في بيان أن الإيحاء بلعب السودان دوراً في النزاع وادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه أثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان وترويج مزاعم لا تمتلك لها سنداً. وشددت على أن اهتمام السودان بحل نزاع تيغراي هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الإقليميين وتعبير عن حرصه على استتباب الأوضاع في أثيوبيا والتضامن فيما تواجه من تحديات.